صباح الخير وحلقة جديدة من مطبخ اسيا، والاسبوع ده زي ما قلنا مخصص لوصفات اللانش بوكس. احنا ما بنتكلم عن اللانش بوكس بنقول ان هي وصفات بتبقى سهلة ناشفة بسهول ان احنا نشيلها ونحطها في اللانش بوكس من غير ما تسيح، من غير ما يحصل اي حاجة، لكن في نفس الوقت القيمة الغذائية بتاعتها بالنسبة لطفل بيروح المدرسة مهما كان سنه بتكون لذيذة جدا. قلنا ان وصفات اللانش بوكس قبل كده حلو جدا ان هي تبقى وسيلة نخفي فيها خضار ونخفي فيها مواد يبقى ليها قيمة غذائية عالية عشان خاطر الطفل ياخد حصته من كل حاجة على مدار اليوم حتى في السناك بتاعه. النهاردة هنعمل بانكيك او ميني بانكيك بالخضروات. الخضروات اللي انا هستخدمها هي خضروات الاطفال عامة، مش عنيفة ضدها، بس في نفس الوقت هي خضار فيها كل المكونات الحلوة، زي مثلا الفلفل الأحمر هيكون فيه نسبة فيتامين سي جميلة جدا، وكمان الفلفل الأحمر معروف ان احنا لو خدنا حاجة زي السبانخ او زي العدس او زي اي حاجة فيها حديد بيساعد على امتصاص الحديد في الجسم، لانه زي ما انتم عارفين فيتامين سي هو الحاجة الوحيدة اللي في الجسم بتخلي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الجسم طبيعيا يمتص الحديد. فعندنا النهاردة مقادير او مكونات البانكيك بتاعنا، عندنا كوبايه من الدقيق، عندنا نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، هنحتاج كمان ملح وفلفل، هنحتاج حوالي 4 معالق كبيره من اللبن او الحليب، هنحتاج بيضه، هنحتاج معجون الزيتون وده مو اختياري، ممكن نحطه ممكن ما نحطوش، بس انا بحب دايما احط حاجه حادقه شويه عشان تخلي الحاجه ملحها طبيعي. فهحتاج كمان فلفل احمر زي ما قلت، هحتاج ذره، هحتاج بصل اخضر وبقدونس. كل الحاجات دي ممكن تعملي تركيبه حلوه والطفل برضو ما يبقاش متطلب قوي فيها. فالاطفال عموما بيحبوا البانكيك. اول حاجه حلوه في الوصفه دي ان هي بتتعمل على السريع من غير اي مشاكل، وكل حاجة يعني زي الكريب خلطة واحدة. هاخد بقى الدقيق، عايزة اتأكد بس انه ما فيهوش اي كور ويتنخل كويس، زي ما قلت كوباية من الدقيق، هحط معاها نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، نص معلقة صغيرة اهي، وهنخلهم مع بعض. انا كده بضمن انه الخليط او الباتر بتاع البانكيك يبقى كويس قوي وما فيهوش اي مشاكل ويبقى سموت وما يكلكعش معايا. تمام كده، انا مسخنه هنا طاسه الكريب. هحتاج البيضه، هحتاج تقريبا 4 معالق من اللبن، 4 معالق كبيره، وهنشوف لو احتاجنا ممكن نزود. واللبن طبعا يستحسن نحط يا اللبن العادي او اللبن الرايب، على اساس ان الحل او البيكنج صودا فيها بتتفاعل اكتر مع الحاجات الحمضيه زي اللبن الرايب وزي الخل وكل الحاجات دي. وهبتدي اقلب كده لحد ما احصل على خليط. ساعات الدقيق بيكون بيشرب اللبن قوي او من النوع اللي بيشرب، فممكن ازود معلقه تانية. وما تنسوش ان احنا مستخدمين معجون الزيتون، فالمعجون ده برضو هيساعد ان هو يدينا سلاسة حلوة قوي للبانكيك او لخليط البانكيك. تمام، هزود معلقة من زيت الزيتون، وهزود معلقة كمان او معلقتين كبار من معجون الزيتون، وده اختياري، ما حبيتش احط الزيتون صحيح عشان خاطر ما يبانش، ممكن اخضر ممكن اسود. ده القوام الهايل للبانكيك بتاعي، اهو ما يبقاش يعني ناعم قوي وما يبقاش في نفس الوقت تقيل قوي. طيب بعد ما خلصنا مرحله الدمج دي هنبتدي نضيف المكونات الصلبة. المكونات الصلبة عندي عبارة عن زي ما قلت فلفل أحمر، هحتاج سباتولا هنا، هحتاج كمان حوالي كوباية من الذرة الصفراء، هحتاج بصل أخضر،
وححتاج معلقتين من البقدونس، وممكن نحط كمان بصلة صغيرة ودي اختياري، بس انا ما بحبش احط كتير، بحط حاجة بسيطة قوي. تمام، اللي فاضل طبعا نملح ونعمل شوية فلفل اسود. بلاش نحط فلفل اسود كتير عشان خاطر الاطفال ما يبقاش الموضوع لادع او حراق عليهم كده. وطبعا شوية الملح، ما تنسوش ان احنا حاطين زيتون. طيب هقلب الحاجات دي مع بعض، وهقلب كل المزيج ده عشان الخضروات او الخضار تاخد من كل العجينة اللي احنا محضرينها. الوصفة سهلة جدا، بس صدقوني زي ما قلت الوصفات بتاعت اسبوع اللانش بوكس احنا حرصنا ان هي تكون مفيدة وفيها قيمة غذائية، وفي نفس الوقت ما تكونش من الحاجات مثلا زي الصلصات وال يعني الناس بتبعت حاجات كده زي وجبة غذائية للمدرسة، بتبقى ساعات متعبة للطفل ومتعبة كمان للناس بتوع المدرسة. عندي هنا بقى شوية زيت، ممكن حتى نعمل زيت نباتي، بس انا بحب شوية زيت الزيتون. وهدهن الطاسة اللي انا مسخناها طبعا مضادة للالتصاق بتاعت الكريب او البانكيك، وهاخد بالمعلقة كده اهو. عايزينهم ميني، عايزينهم صغيرين، بس حاولوا ان انتوا تسووهم بطريقة حلوة وعلى نار هادية. البولة شوية تقيلة عليا معلش، فهاخد من ناحية دي. حاولوا تخلوهم سميكين شوية، ما يبقوش رفيعين قوي. واحنا ماشيين ممكن اعمل واحدة صغيرة مثلا هنا، ونفصلهم عن بعض عشان يسهل علينا ان احنا نعملهم. هعلي النار شوية، هجيب منديل المطبخ. الميزة فيهم ان هم حتى ما بياخدوش زيت كتير، يعني معلقتين او معلقة كبيرة. هجيب سباتشولا ونبتدي بقى نشوف اول واحدة عملناها ايه. لازم نديهم تقريبا دقيقتين عشان خاطر زي ما قلت يتحمروا من تحت. انا ممكن اضيف واحدة هنا دلوقتي، ريحتهم تجنن. والاطفال عموما بيحبوا الذرة، بيحبوا الفلفل، بيعتبروه طماطم مش بياخدوا بالهم، الا الاخضر طبعا اللي بيبقى فيه شوية مشاكل بالنسبة لولادي مثلا. لكن عموما الخضروات دي كلها زي ما قلت الاطفال بتتعامل معاها من غير عنف. ممكن اخد السكينة دي، حاولوا تبعدوا تماما. يلا شفتوا بتبقى عاملة ازاي، ماسكة نفسها وحلوة. ودايما نمشي حسب الترتيب بتاع او الرصة اللي رصناها للبانكيك من الاول. حطينا دي كمان، ممكن تدخلوا حاجات ملهاش طعم زي المشروم والكوسة، بس اهم حاجة فرموا الحاجة صغير عشان كمان تساعدكم ما يبانش. تمام، زي ما قلت ممكن تعملوا كمان بالكوسة والبيض مع كمان الجبن، بعد نوع من انواع الجبن اللي بتستحمل الحراره زي مثلا الحلوم او الكشكفال او، بس عموما الاطفال مش بيحبوا قوي الجبن اللي بتبقى الجبن بتاعه الناس الكبار دي او بتاعه المطبخ اللي بنحبها احنا، فبيحبوا نوع تاني من انواع الجبن زي الجبن الكريمي او المثلثات والحاجات دي، فدي للاسف مش هتستحمل معانا الحراره. قلنا انه العجينه سهله جدا، ما هياش غير كوبايه من الدقيق مع نص معلقه صغيره من البيكنج صودا مع 4 معالق لخمسه او 6 من اللبن على حسب الدقيق،
وبعدين حطينا كمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون، حطينا الملح والفلفل، وحطينا بيضة، وبعدين حطينا الخضروات اللي احنا عايزينها. وده شكلهم بيبقى جميل جدا، وزي ما قلت ما بيعملوش اي مشاكل في المدرسة، لان هم ينتموا لفصيلة الفينجر فود اللي احنا قلنا عليها، او الوجبات اللي هي تعتبر ناشفة وعبارة عن قطعة ما بتسحش ولا بترهرط ولا بتفرش ولا اي حاجة في اللانش بوكس نفسه. انا هكمل عمل البانكيك وهنطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نعمل مع بعض برطمانات فطيرة الراعي. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل وحلقة لانش بوكس او مقترحات لللانش بوكس الاطفال. عملنا في الفاصل الاولاني الميني بانكيك بالخضروات، عملناه بالطريقة دي، ده شكله النهائي. قلنا دخلنا فيه خضروات حلوة قوي، ممكن يتقدم مع الساور كريم. بلاش يا جماعة نبعت مايونيز للمدرسة، يعني اقصانا لو حبينا نتهور شوية نبعت الكيتشوب، ولو انه نسبة السكر اللي فيه عالية جدا وبتخلي الطفل هايبر اكتر من اللزوم، لكن عموما الاطفال بتحب الكيتشوب، فساعات نخفف شوية ما نبقاش جامدين مع اطفالنا، فممكن نعدي حتة الكيتشوب دي. لكن المايونيز لا، مايونيز لو تعرض للحرارة او الاحتفاظ في فترة مغلقة وفترة طويلة بيبقى يعني كأنكم بتدوا حاجة سامة بايظة جدا للطفل. فدلوقتي هنعمل حاجة اسمها فطيرة الراعي. فطيرة الراعي احنا كلنا عملناها في كل البرامج طبعا وكل الحلقات دي. وصفة انجليزية بتبقى عبارة عن عصاج لحمة مفرومة بالخضروات وعليه طبقة من البطاطس البوري بيتخبز في الفرن. احنا هنعملها ميني، بس مش ميني بقى قوالب فرن ولا حاجة، هنستخدم البرطمانات اللي بتفضل في البيت، وياريت تلاقوا احجام صغيرة زي مثلا البرطمانات بتاعة اكل الاطفال البيبيهات، بتهيالي في مصر اسمها جربر او حاجة كده. ممكن كمان برطمانات الصلصة، البرطمانات اللي بتبقى في السوبر ماركت بتبقى صغيرة قوي، ما تخافوش لانه احنا مش بندخلها للفرن فترة طويلة مثلا، فده مش هيخليها تفرقع في الفرن، كل الحاجات بتستوي هنا. اللهم طبقة البطاطس البوري بتاخد تحميرة او وش صغير قوي تحت الشواية، فعشان كده البرطمانات في الحالة دي ما بتطولش عن 5 دقايق في الفرن، فبيبقى دخولها للفرن امن جدا وما فيهوش اي مشاكل. بالنسبة لقواعد السلامة في اللانش بوكس، لو بعتنا البرطمانات للمدرسة صحيح ممكن تكون البرطمانات شوية فيها خطر لانها ازاز، لكن صدقوني لو كانت مثلا من الازاز التقيل والحجم الصغير ده ومليانة بالاكل ما بيبقاش فيها اي مشاكل. ويستحسن ندي كمان ملحوظة صغيرة للميس او النيرس اللي بتبقى في المدرسة، انه الطفل معاه مثلا الاكل في برطمان ازاز فتخلي بالها. فنبتدي بقى الوصفة. عندي هنا شوية زيت نباتي او زيتون زي ما تحبوا، وعندي بصل. انا لو تفتكروا السنة اللي فاتت نزلت فيليرات صغيرة او حلقات صغيرة على القناة كيدزاسيا، الفيليرات دي اتكلمنا قبل كده وقلنا فيها كل قواعد السلامة اللي تخص اللانش بوكس، اللي نعمله اللي ما نعملوش، فأي وقت ممكن ترجعوا لها في اليوتيوب، ولسه بتتعرض على القناة كمان في أي وقت ممكن تتفرجوا عليها. لكن برضو في الإعادة والإفادة، في الإعادة إفادة والتكرار يعلم أي حد. هقلب كويس قوي، وهبتدي بقى أضيف. عندي هنا لحمة مفرومة، لحمة يعني الحلو في البرطمانات دي انها ممكن تتجمد، يعني ممكن تعملي كمية حلوة وتعمليها مثلا في الفريزر 4 5 6 يوم ويوم، يعني يوم تديها هي يوم تدي حاجة تانية. احنا في الاول وفي الاخر ماشيين بمقترحات مختلفة. عندك مثلا 3 ولاد 4 ولاد بسم الله ما شاء الله، الحاجات دي مش بس مقتصر على الطفل الصغير اللي هو من 4 سنين ل 5 6 سنين او 7 سنين، الوصفه دي بالذات والبانكيك ممكن يمشوا من 4 سنين لحد 14 و16 سنه، مفيش اي مشكله. فبنشوح كويس قوي المكونات دي، ممكن نضيف شويه ثوم، بلاش نكتر الثوم لان الثوم من الحاجات اللي بتخلي الواحد يحس بالنوم، فهو مش مستحب قوي في فترة الدراسة لانه بيخلي الطفل كده بيريح شوية وبيبقى عايز ينام، فشوية بس بيبقى مفيد لكن كتره بيجيب شوية خمول خلال الفصل او الدراسة.
الحاجات دي على فكرة كلها بتفرق. يمكن تشوفوها ان هي علمية قوي، في ناس بتقول انه ما خلاص احنا ولادنا كلنا كبرناهم على سندوتش الجبنة وسندوتش الحلاوة وسندوتش المربى. لا انا معاك، وانا كمان من الناس اللي كبرت كده. اعتقد ان في صغري ما كانش فيه لانش بوكس اصلا، هو اصلا يعني الكيس وكيس بلاستيك او كيس ورق او اي حاجة، وتحط ماما السندوتشات ونمشي. بس مع الوقت بتكتشفي ان احنا معظم العادات السيئة بنتعلمها من الوقت ده، ان احنا بناخد جانك فودز، بناخد سندوتشات كتير، بناخد كمية كربوهيدرات كتيرة جدا، ودي بتتحول لسكريات في الدم، فبتخلينا بنهايبر وبنتحول لأطفال أشقية جدا. لكن الطفل اللي بيتعود ان هو ياخد وجبة متوازنة للمدرسة، بياخد نصيبه من الفاكهة زي ما قلت، نصيبه من الخضار، نصيبه من الكربوهيدرات او النشويات، نصيبه من السكريات، بيبقى طفل متوازن، وده بيأثر على سلوكه وعلى كمان نشاطه الدراسي او نسبة ذكائه في المدرسة. فمعلش كل جيل وليه متطلباته. يمكن امهاتنا زمان ما كانوش عندهم علم بالحاجات دي، لكن دلوقتي ومنظمة الصحة الغذائية اثبتت كل الحاجات دي يعني علميا او بشرح علمي. يعني واحد بيتعلم. عندنا هنا بقى مشروم، زي ما قلت انا بحب الوصفات اللي بتبقى بالشكل ده، لانه على قد ما اقدر انا بدخل فيها حاجات سهل ان انا اخفيها على الطفل من غير ما يحس. العصاج يعني حتى انا هنا دلوقتي يمكن مقطع الحاجة كبيرة عشان تمان المكونات في الصور في الاخر، لكن انت ممكن تفرمي، ممكن تضربي في الخلاط، ممكن تبشري، كل دي حاجات سهلة جدا. وانتوا شايفين الشهر ده تقريبا كله على المدارس او الاطفال عموما، فحاولت ان انا انوع وادي افكار كتيره، مش بس للانش بوكس لكن لوجبات الاطفال، للحاله بتاع الاطفال، وصفات الذكاء، وصفات الطاقه. فدي كلها ان شاء الله تبقى، اتمنى انها تبقى حلول للست. هضيف بقى، فاضل ايه؟ ممكن اضيف بسله، بسله مجمده هتستوي لي بسرعه كمان. حتى الالوان حلوه، لاحظوا انه الاكل كل ما كترت فيه الالوان كل ما كترت قيمته الغذائيه. دي معلومه مهمه مش بس للصغير، للكبير كمان. دلوقتي ممكن اضيف شويه من الصلصه، او لو حابين كمان الكاتشب، بس هو الصلصه او الكاتشب سيان هيدوله اللون الحلو. فاضل بقى رشه صغيره من البهار، رشه الملح، والفلفل الاسود قليلا قليلا عشان خاطر ما يحسش الطفل بالحاجة حراقة. انا كده عملت القاعدة بتاعت فطيرة الراعي، الحاجة تقريبا كلها دلوقتي هتستوي، مش فاضل غير طبقة البطاطس المهروسة واللي هي اوريدي مستوية بس هنحمرها في الفرن. طيب وهي بتستوي الخضار او الجزر عموما اللي لسه محتاج شوية وقت، هبتدي اشتغل في البطاطس. البطاطس عندي هنا بطاطس مهروسة، هاخد مثلا اللي يكفيني مسلوق او مهروسة. هضيف لها بقى معلقتين كبار من الزبدة. ساعات بنقول الطفل نشيل الزبده ونديله زيت الزيتون، لا الطفل غيرك انتي، انتي ممكن تكون الزبده بالنسبه لك دهون وعايزه تخسي، لكن الطفل بالنسبه له الزبده هي مصدر مهم جدا لفيتامين دي. فالزبده الاطفال يستحب جدا ان هم ياكلوا مش نسب كبيره من الزبده، بس معلقتين كبار في الوجبه من الزبده للطفل مميزه جدا. عشان كده مثلا في المطبخ الفرنساوي الكريب معظم الوقت بيتعمل للأطفال، بيدهن بشوية زبدة وبيترش عليه سكر، بيقولوا إن الزبدة بتدخل فيتامين دي للجسم والسكر بيزود نسبة الذكاء. فعشان كده معلقتين الزبدة للطفل ما هماش دهون وما هماش هيعملوا له أي حاجة، ولا هيتخنوه ولا سمنة ولا أي حاجة، لا الزبدة بالنسبة للطفل زي ما قلت هي فيتامين د. هحط شوية جوز الطيب أو بهار، رشة من الملح. لو حاسة ان البطاطس بعد الزبدة محتاجة شوية لبن ممكن ادي معلقة لبن او معلقتين على حسب، لانه ساعات البطاطس بتبقى مترملة كده. تمام قوي.
طيب فاضل البرطمانات، نوسع لكل ده، نطفي على دول، ناخد هنا بقى البرطمانات. انا مستخدم برطماناتي بتوع البيت اللي بخلل فيهم وبحط فيهم المربات وكل حاجة. هناخد مثلا، هاخد بقى شوية من الخليط ده بالشكل ده، اقلل حتى الموضوع ده بيبقى مريح للأم إن هي تحضر كذا حاجة في الصبح، طلعي ودخلي الميكروويف أو سخني حتى في حمام بخار لو عايزة، وبعدين بعتيهم اللانش بوكس المدرسة عادي جدا. تمام قوي. هاخد بقى كيس الحلواني، لو حابة تتفنيني مش حابة تتفنيني بالمعلقة بس عادي جدا، احنا بس بنعمل فكرة كده وكده، لأنه زي ما بنقول أطفال هم كمان بيغريهم الشكل. شوية كمان ونروح عاملين بالشكل ده. ممكن كمان في البطاطس تزودي شوية جبنة، لانه الجبنة هتديها قيمة غذائية، بس الزبدة كفاية. ما تحاوليش تخرجي عن مستوى البرطمان على اساس ان انت لما تقفليه يبقى بيتقفل كويس، لكن لو هتقدميهم على الغداء في البيت، لانه ما هماش بس فكره لللانش بوكس، هما كمان حاجه كويسه قوي في حفلات اعياد الميلاد، ولو جايين عند اصحابه وعايزه تقدمي لهم حاجه ما تبقيش حاسه بالذنب وانت بتقدمي تورت وحاجات كده. هدخلهم الفرن يتحمروا وهتشوفوهم في الفود شوتس، لانه اكيد 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 انتوا عارفين طبقه البطاطس لما بتتحمر. كانت دي حلقتنا النهارده، مقترحات لللانش بوكس بسيطه جدا بمكونات موجوده في كل بيت، ما عملتش اي حاجه او اي اختراع. يا رب الوصفات تكون عجبتكم. اسبوعنا لسه مستمر، اشوفكم الحلقه الجايه.